بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن الهيكل الخلوي وعدد من التراكيب الخلوية والداخلية وأيضا جزيئات البروتين الموجود في السيتوبلازما. الهيكل الخلوي عبارة عن غيرة من العضيات الموجودة داخل الخلية. طبعا هو يقوم بمساعدة على تنظيم النشاط الخلوي لزيادة الكفاءة الخلوية، وهو أحد الطرق لإجراء ذلك في إنتاج بعض من الروابط الإنزيمية. طبعا الإنزيمات عبارة عن بروتينات وظيفية. كلنا نعرف أن الإنزيم يسرع من نشاط التفاعلات المختلفة داخل الخلية، وهذا طبعا تحدث كثير من التفاعلات الكيميائية في الجسم كجزء من مسارات أو خطوات في عمليات البناء والهدم، وأيضا مسارات أو خطوات أيضية، حيث يحتاج كل تفاعل في المسار أو الخطوة أو سلسلة التفاعل معين إلى إنزيم معين. ومن الجدير بالذكر أنه حتى الآن معروف أنه يوجد بكل خلية حوالي تقريبا 2000 إنزيم وأكثر بعد، ويوجد بجسم الإنسان تقريبا حوالي أكثر من 10,000 إنزيم. وطبعا المسارات أو الخطوات الميتابوليزمية في الخلية هي مقابل أو خط لتجميع الأشياء في المصانع التي تكون داخل الخلية، حيث يدخل جزء معين في المسار ويحدث بعده تحورات طويلة طبعا. وهذه السلسلات من التحورات عبارة عن تفاعلات تعمل على الإنزيمات كوسائل التغيير والتسريع. راح نعطيكم مثال. مثال في خط التجميع، تقوم الإنزيمات بتغيير الجزء عند مروره خلال المسار الميتابلوزمي، وتزداد كفاءة المسارات الميتابلوزمية عند ارتباط الإنزيمات مع الهيكل الخلوي، وبذلك يكون من وظائف الهيكل الخلوي يكون داخله، يعني أنه بجانب توفير الدعامة الداخلية للخلية يدعمها من مناطق كثيرة، ويساعد على انتقال يعني بعض الجزيئات في الخلية، ويربط الإنزيمات في المسارات الميتابلوزمية كما هو موضح في كلامنا القديم. إلى هنا انتهى الدرس. أتمنى أنكم فهمتوا أشياء كثيرة في الهيكل الخلوي لأنه مهم جدا. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.